فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل لا يأتيه حوائج فذهب إلى مستشفى في الخارج للعلاج. نعم. رجل لا يأتيه أولاد. نعم. ذهب إلى مستشفى في الخارج للعلاج. نعم. وأمره أن يأخذ حيوانات منوية من المستشفى ويضعها في رحم زوجته، فهل يعد هذا الإبل من أبنائه؟ إذا كان الماء غير مائه فليس من أبنائه، لا يجوز هذا، هذا حرام ولا يجوز. هذا سيكون وارثا له، سيكون محرما لنسائه، وهو ليس ولدا له، يلزم عليه والعياذ بالله، يلزم عليه محاذير كثيرة، لا يجوز هذا العمل. يصبر، ما جاه ولاد يصبر، الشكوى إلى الله، ولا يدري الخيرة. نعم.